طب أستاذ عماد، أنا برضو محتاجة أركز مع حضرتك ومع السادة المشاهدين أن مصر كان عندها استقراء مسبق لكل هذا التصعيد مع الأسف، وحذرت منه مرارا وتكرارا، وطلبت يعني مصر ضرورة انصياع إسرائيل لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة. بشكل أو بآخر، يعني الموقف المصري ماذا عنه، وماذا تراهن إسرائيل في المقابل؟ الموقف المصري موقف نزيه، موقف واضح، موقف مبدئي، وهو يطالب طول الوقت بطبيعة الحال. يعني أدان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ اللحظة الأولى، أدان حتى هجمات إسرائيل على المواطنين اللبنانيين أمس الأول فيما يتعلق بهجمات على وسائل الاتصالات وشبكات الاتصال، أدان كل العمليات الإسرائيلية منذ بداية الحرب. هذا أمر واضح في الموقف المصري. ومصر ذهبت وتضامنت مع جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، صوتت في كل المرات في مجلس الأمن في الأمم المتحدة مع القرارات التي تنتصر الحق الفلسطيني، أدخلت أكبر قدر من المساعدات إلى غزة في إطار الظروف المتاحة، ترفض أي وجود القوات الإسرائيلية في رفح، وتطالب بانسحاب إسرائيل من كامل قطاع غزة. هذا هو الموقف المبدئي المصري. طبيعة الحال إسرائيل الحكومة اليمينية المتطرفة، يعني كنا نعتقد في الماضي أن الحكومات الإسرائيلية تضع أن كافة العلاقات مع مصر مفروض ده أمر مهم للغاية للإسرائيليين، أن تخاطر الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الآن بمحاولة استعداء مصر باتهامات مزيفة ولا أساس لها لمصر، وأن محور فيلادلفيا صلاح الدين أو فيلادلفيا يستعمل لمساعدة الفلسطينيين عسكريا، هذه كلها خرافات لم تستطع إسرائيل أن تثبتها في أي لحظة من اللحظات. وبالتالي القضية ليست في الموقف المصري المبدئي، القضية في الانفلات الإسرائيلي غير الطبيعي اللي بيخلي إسرائيل لا تعترف بالمحاكم الدولية ولا بالأمم المتحدة. طيب